اكيد مره من المرات جيتوا ترسلون اللوكيشن عن طريق الواتساب حق احد ما ولا اعطاهم بالضبط اللوكيشن، وفي واحد قال لنا افتح اللوكيشن خله شوي عشان يعطيك انا باختصر عليكم بعلمكم طريقه البعض يعرفه يعطيك الموقع دقه 100% حتى عند عتبه الباب بالضبط. شوف الفيديو بعد ما تدخل واتساب اكيد بتختار الموقع. بالعاده هو راح يعطيك النقطه اللي انت فيها، يمكن قدام شوي قبل شوي بعد شوي. اول خطوه تسويها مشاركه الموقع المباشر، تنزل هذه. اذا نزلتها الان بشوف طلع عندك ارسال هذا الموقع باللون الازرق شارع 10 كذا الدمام. تبدا تكبر الخريطه وتتحكم في النقطه الزرقاء اللي فيها الدبوس، مثلا هالبيت، النقطة اللي انت فيها بالضبط، هالمكان هالزاوية، والله الزاوية الثانية مثلا، اي تتحكم فيه. خلنا نفرض ان انت مثلا 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 هالمكان، مثلا ما بهالمكان، قدام شوي، هالمكان 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 بالضبط. تقوم تكبر 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 وتتحكم بالنقطة الزرقاء اللي فيها الدبوس. اوكي، مكتوب هنا ارسال هذا الموقع شارع جابر ابن حيان الدمام. اضغط على ارسال هذا الموقع، ارسل. الان راح حق الطرف الاخر، وصل اللوكيشن بالضبط تماما. تقدر تخلي النقطة الزرقاء اللي فيها الدبوس حتى عند العتبة بالضبط.